السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنا مساعد اليوم سوف نتعلم استشهاد تعلم النظام لينكس في الحلقة 52 بعض المفاهيم الجديدة التي سوف نقوم في تطبيقها على إدارة الملفات التي تعلمناها في الحلقة 7. أحب أقول لكم في البداية قربنا من انتهاء الحلقة أو قربنا من انتهاء السلسلة في الحلقة 54، وسوف تكون الحلقة 55 هي حلقة الوداع والشكر لكم. أولا نبدأ في مقدمة هذه الحلقة والنص المتواجد لدينا. تقول: النجاح هو تراكم الأخطاء، النجاح هو عدم ارتكاب الخطأ مرة أخرى، النجاح هو محاولة عدم ارتكاب الخطأ، النجاح يأتي بعد الصبر والتعلم الذاتي ومحاولة إخفاء الخطأ قدر الإمكان. شكرا لك يا رائد ومبتكر أدوات المستقبل للإجتماع. الآن نبدأ في محاضرتنا أو في الحلقة 5 Permission إدارة الصلاحيات الملفات. هنا يطلب منا الذهاب إلى TMP. سوف نقوم في تطبيق عبر الديسكتوب. في الديسكتوب سوف نقوم في تطبيقه، ولكن أولا يطلب من فتح الترمينال. هنا في الديسكتوب نستطيع أي تقوم في عمل /cd/tmp للذهاب إليه وكذا، ولكن نحن الآن سوف نقوم في تطبيقها في الديسكتوب للتوضيح أكثر. الآن نذهب إلى الديسكتوب /desktop. هنا أكليب. لا يوجد فرق إنما قمت في تطبيقه في الـ TMP أو الـ Desktop. للملاحظة الملف مجلد الـ TMP يعتبر مجلد مؤقت يتم إنشاءه. الآن يطلب منا MKDR لإنشاء المجلد Private و Public. نقوم في كتابة MKDR وثم PRIV و هنا انتر. الان قمنا بانشاء اصبح الملفات في الخلفية او المجلدات. مجلد ايضا لا يطرح اكثر. الان كل ما يتطلب لدينا من ان نقوم بانشاء ملفات في داخل المجلد. الان نقوم في كتابة touch. تستطيع من عمل CD الذهاب في المجلد والإنشاء ملف، ولكن هذه الطريقة مطولة. هنا touch الطريقة مختصرة، نقوم في كتابة drive وثم slash وثم اسم الملف مثلا drive فاصلة او hyphen، وايضا نستطيع من كتابة pop slash pop hyphen file. الان تم إنشاء. طريقة نتأكد من خلال هنا للتأكد من خلال الترمينال نقوم في عمل ls-lr. هنا الآن قام بفتح جميع المجلدات. هنا قام في فتح المجلد برايف ورؤية هنا في داخل الملف والصلاحيات أيضا قام في عرضها وأيضا الباب كما تشاهد. ونستطيع من التأكد من الدخول إلى الملفات عبر الجرافيكال. الآن نذهب إلى الصفحة التالية لنشاهد هل يطلب منا التحقق في الملفات. يطلب التحقق عن طريق ls-l drive و ls-l pub. قمنا في التحقق. هنا لدينا العلامات ماذا تدل. لدينا id يدل على المجلد وال- يدل على الريجولار فايل أي ملف مجلد اعتيادي أو ملف يدل على الملف، ودي تدل على المجلد، والإل تدل على الساين بلوك أو الشورت كات أو الاختصار تسمى أحيانا في السوفت لينك للمعلومة، والبي بلوك ديفايس فايل، والسي كاركترز للرموز أو أحرف، والبي باي فايل، والسي سوكت فايل. هنا أين نشاهد السوكت فايل. للملاحظة السوكت فايل لا تعتبر كي، فقط نقوم في عمل ls -l وثم دي لتعرض لنا الملف
المجلد أو دايركتوري صلاحية المجلد. نقوم في كتابة TMP. هنا كما تشاهدون حرف T هنا يعتبر ملف socket file، أي هنا لا نستطيع من التعديل عليه والحذف على الفايل، فقط الروت يستطيع. من يمتلك هذا الملف يستطيع من التعديل عليه. الآن نحن لازلنا متواجدون في الديسكتوب لأن لم نقف في عمل cd/tmp. الآن نذهب إلى الأسفل. كما تشاهدون هذه الصلاحيات الملفات كما شاهدنا في الأعلى، هنا الصلاحيات الملفات، وثم لدينا الصفحة التالية. نذهب إلى الصفحة التالية، هنا يطلب منا ls-la، يقوم بعرض جميع المجلدات، جميع الملفات والمجلدات أيضا المتواجد داخل TMP. الآن next. لدينا هنا الآن لدينا هذه الأمر الأوامر الجديدة. أولا، إن كان لديك فكرة للتطبيق ls-l على السلاش tmp، لا أعرف نفس النافذة تقريبا تربط هنا لا تشاهد. لماذا؟ لأنه يدخل في المجلد tmp ويشاهد الملفات المتواجدة في داخل. الآن نذهب إلى ls-ld لعرض صلاحية المجلد. كما تشاهدون قام بتطبيق هنا التطبيق في مجلد tmp. هنا للتشينج مود قمنا في تغيير الأوردر، نقوم في عمل تشينج مود، وثم أوردر الحرف الأو والماينس R و X. هنا قبل كل شيء نشاهد الملف -l T، نشاهد صلاحية الملف ال private من هنا ال private. كما تشاهدون هذه هي صلاحية المجلد. كما قلنا ال D تدل على المجلد. الآن نقف في عمل change mode. الآن change mode. نقف في عمل O تدل على الأوثر. كما تشاهدون read و execute، أي يقوم في القراءة والتنفيذ، تنفيذ هذا الملف أو المجلد ومنفذ أي رؤية ما من داخله. ال R وال X enter. الآن ال change mode أخبرنا خطأ. لماذا؟ لأن لا يعلم أي مجلد مستهدف. هنا نقوم بإخباره PRIV. الآن تطب تنفذ الأمر للمشاهد. الآن كما تشاهدون في الأوثر لا يوجد أي شيء. لنذهب إلى الملف ونرى هل يوجد أي تغيير. كلا، لن نقوم بفتح الترمينال الثاني ونشاهد في داخل الملف ls. هناك ls-l. هنا كما تشاهدون أيضا الصلاحيات لم تتغير، أي بقيت الصلاحيات كما هي، فقط صلاحيات المجلد تغيرت. الآن نذهب إلى الأسفل ونشاهد قام في التطبيق على مجلد برايف كما تعلمنا. وهنا أيضا ls-l قام في رؤية برايف. هنا شاهدناه right. الآن نذهب إلى الأسفل، لدينا change mode أي تدل على الـ all، يأخذون الـ execute
و الجي تدل على الجروف ماينس دبليو تدل على الراي و الجي والاو او جو تدل على الجروف و اذر يحصلون الصلاحيات الريت او الارض و تشينج مود او اذر equal r r w x. هنا الجميع يحصل هذه الصلاحيات. هنا next لين ls hyphen ld pop. هنا للعرض الملف ايضا عرض المجلد. هنا قمنا في التغيير عليهم وتكرار التغيير عليهم وثم ls يقوم في رؤية صلاحيات المجلد. LD هنا قمنا في إعطاه صلاحية ال W كما تشاهدون. هنا الآن سوف نقوم في تطبيقه. نذهب إلى Change Mode ونقوم في عمل الملف Change Mode وثم أظهر ال O الزائد للعدد زائد أو Plus W ليقوم بضبط الصلاحية W POP. نقوم بكتابة POP. الآن تم إضافة الصلاحية. لنتأكد نقوم في عمل LSLD POP. الآن كما تشاهدون أصبح ملف باللون الأخضر كما تشاهدون أو خلفية خضراء. أصبحت الصلاحيات للجميع. الآن next لدينا change mode ls-l drive و drive directory drive file يقوم في عرضهم وعرض الصلاحيات. للمشاهدة الآن drive directory file كما تشاهدون هذه الصلاحيات اي في داخل المجلد privacy. قامت في عرض الصلاحيات لم تتغير والمجلد الآن في تطبيقها. الآن نذهب ls-l drive directory و drive file. الآن هنا تعلمون لماذا قام في استهداف Private Directory لعرض المجلد وقام باستهداف Private File أي يقوم فقط بعرض ال Private File ليس مجلدات أخرى. ls Private لدينا Private File. لنشاهد الصلاحيات ls. الآن قمنا باستهداف نسف المجلد انتر قامت بعرض ال apply file الذي لدينا. الآن نقوم في تطبيق change mode وثم يجي group minus rw rw. هنا لا تتوفر لدينا فقط ال read تتوفر لدينا. المهم group read الأذر الأذر قام في عمل ماينس الأر أيضا ماينس الأر. الآن للمشاهد أيضا لم نقم باستهداف الملف نقم باستهداف فايل الآن الخطأ يدل لنا لأن المجلد ليس في سطح المكتب ولكن في داخل الملف في داخل المجلد بس في السطح المكتب. فتوجب علينا كتابة /5 الآن نقوم بالتر كما تشاهدون. الآن قمنا في كتابة غلط نقوم بكتابة برايف
والآن إنتر الآن خطأ الآن أيضا لدينا خطأ لأن الجروب سوف نقف في حذف الآر والأذر آر نقف في دمجهم أي تصبح جو هنا قوم ب الآن نقف في هنا الأو أي جروب والأذر يقوم في حذف الآر الآن تطبق لدينا الآن بعد أن قمنا بحل المشكلة أنصحكم بتطبيق هذه الأخطاء أيضا أو في الخطأ لكي تتعلموا أكثر أو تزدادوا مهاراتكم وقراي وثم إنتر هنا ظهرت لنا المشكلة في حرف الإي كان متواجد سوف نقوم في حذف أيضا الآن بحل المشكلة الآن نذهب إلى الصفحة التالية أولا نعرض ال ls نقوم على الهايفن l وثم الرايف في المجالات الآن قامت بعرض الصلاحيات كما تشاهدون فقط rwd owner أو blurry أي للuser للمستخدم الآن كما تشاهد منها next هنا نقوم في عمل ls عن الpublic directory نقوم في عمل ls pub directory وثم قام بعرض لنا هذه الصلاحية الآن للذهاب إليه نقوم في عمل change mode ونقوم لدينا change mode وثم أيضا لدينا ال a تساوي r و w ال a تدل على ال r equal r w وثم نقوم باستهداف الملف نقوم في عمل pub الآن هنا أيضا كما تشاهدون لدينا خطأ بماذا لدينا الخطأ في استهداف المجدد وبعده الملف نقوم في عمل pop أريد الآن إنتر الآن قام في تطبيق نقوم في عمل ls الآن نقوم في عمل ls فقط ls hyphen l يظهر ويظهر الصلاحيات كما تشاهد الآن ال rw هنا متساوية أي يستطيع جميع من الكتابة والقراءة على الملف كما قلنا ال w يجب أن ترافق ال r بدون read لا تستطيع الكتابة على الملف أو ال write الآن نذهب هنا قم بإظهارنا equal day هنا لطباعته في ال test الآن نقوم في تنفيذه day إن لا تعلم الفرق مع الفرق في الاقتباسات single quote و double quote إذا بلا الحلقات السابقة لتعلم الاختلاف ما بينهم هنا ال test dot sh الآن قم بإنشاء الملف وبداخله كلمة ال dare الآن next هنا لدينا ال dot sh كيف يقوم في تنفيذ الأمر هنا قمنا بكتابة كلمة dare لنقوم بتصحيحها نانو لم نستهلك الملف نانو وثم تيس و دوت اس اتش هنا نقوم في عمل ال ديت وبعدها اكس واي الان نقوم الان في تطبيقه دوت سلاش دوت اس اتش الان يطلب منك بيرميشن قناعات او صلاحيه الروت ونستطيع ايضا من التطبيق من دون صلاحيه الروت فقط
الآن نذهب إلى LS-F لنشاهد الصاحب. هنا لا يمتلك أحد من المصطدم والمجموعات والمصطدمون الآخرون صلاحية التنفيذ أو الإكسكيوت. يتطلب لنا عمل الChangeMode. هنا اليو تدل على اليوزر أو المصطدم أو صاحب الملف Owner، زائد الإكس للتنفيذ أن يكون فقط هو من يقوم بتنفيذه. ثم نقول في تحديد الملف test. الآن لنشاهد ls-l، نقول في setup ls.sh لعرض الصلاحيات له. كما تشاهدون انتهينا صلاحيات التنفيذ. الآن بعد كل هذا نستطيع الآن من تطبيق الملف test.sh. الآن كما تشاهدون قمت بتطبيق الصلاحيات. نذهب إلى الأمر التالي. هنا كما تشاهدون بعد أن قمنا بعمل changeMode.test قمنا بعمل ls، أصبح لون الملف في لون مختلف. كما تشاهدون هنا للصلاحيات التنفيذ فقط، وقمنا بتنفيذه. كما أيضا هنا أصبح لون مختلف وقام في التطبيق. وثم لدينا اليوزر والجروب، يقرا يوزر مصطدم جروب المجموعة والأوثر والآخرون، والأي هي التغيير للجميع. لدينا الزائد هي الآدد، وعنوان طرح الصلاحية أو حذف الصلاحية. وثم لدينا إيكوال تستخدم مع الآر. هنا لدينا آر تدل على الريد، والدبليو رايت، والإكس إكسكيوت أو تنفيذ. هنا ريد قراءة، والرايت كتابة، وإكسكيوت تنفيذ. وأرقامهم 4 2 1. قم بحفظ 421 والأربعة للريد. الآن لدينا استاد لعرض التفاصيل للملف. كما تشاهدون ايضا قامت بعرض صلاحيات الملف 7 6 4 او رموز الملف. وهنا اصفر ماذا تعني؟ اصفر تعني الصلاحيات الخاصة لا توجد. صلاحيات الخاصة ان شاء الله سوف يكون فيديو مستقل لها ان شاء الله. احتمال يكون لدي لها فيديو او لا نعلم الى الان. وثم اسم التست. الآن كما تشاهدون هنا قامت فيها عرض الصلاحيات. الآن نذهب إلى Next. الآن كما تشاهدون هنا لدينا ChangeMode يقوم في تغيير 7 أي جميع الصلاحيات، وهنا جميع الصلاحيات، وهنا الريد الأربعة والإكسكيوت للتست. الآن نقوم في عمل Change 5 وثم test.sh. الآن انتر. الآن تطبق تنفذ لنا الأمر وذهبت الصلاحيات من المصدرين الآخرين. نقوم في ذهب إلى ls-l-test.sh لنشاهد الآن لونه هكذا، لأن المصدر يمتلك هذه الصلاحية. والمجموعة الآن من في المجموعة إلى الآن وتم إضافته في المجموعة سوف يمتلك صلاحية التنفيذ، والآخرون أيضا. الآن Next. والآن انتهت السلسلة أو انتهت الحلقة. نلقاكم في فيديو آخر، وأيضا سوف نتشارك معكم مصادر لماذا يفضل تعلم اللينكس والبرمجة من مهارات المستقبل. يفضل ولكن ليس إجباريا. وأيضا سوف نتشارك معكم فيديو تحفيزي المرفوع على منصة التيت، أنصحكم بأن تشاهدوه. وأيضا سوف نتشارك معكم صورة تحفيزية عن النجاح. مع السلامة ودمتم بخير.